تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أورسولا مولر أن أكثر من 200 ألف شخص فروا منذ شهر نيسان أبريل الماضي من منازلهم في المنطقة المحيطة بمدينة الرقة السورية. وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن 20 ألفا إلى 50 ألف شخص ما يزالون في المدينة المحاصرة بسبب عدم وجود وسيلة تمكنهم من الخروج على حد قولها. أعلنت مصادر عسكرية يمنية بدء عملية عسكرية جديدة في محافظة أبيان لتأمينها من مسلحي تنظيم القاعدة. وأكد المصدر أن العملية العسكرية بدأت أمس الخميس بإرسال لواء عسكري بمختلف تجهيزاته إلى بلدة حجين ولواء آخر إلى شرق بلدة لودر، مؤكدا أن الهدف هو تأمين محافظة أبيان وملاحقة الإرهابيين. أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى شمالي العراق بأن مواقع إنترنت تابعة لتنظيم داعش الإرهابي روجت خلال الساعات الماضية في قضاء تل عفر غربي مدينة الموصل عن انتخاب أميرة نساء داعش والمعروفة بأم هاجر، وهي روسية الأصل تشتهر باستخدام سلاح القنص بشكل محترف، لافتا إلى أن الأميرة ستكون ذات صلاحيات لإدارة الخلايا النسوية للتنظيم. جرح 48 شخصا بينهم 5 أشخاص في حالة صحية خطيرة جراء تحطم قطار في مدينة برشلونة بحسب ما أعلنت سلطات الطوارئ في إسبانيا. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن الحادث وقع في ساعة الذروة في محطة فرانسيا وسط المدينة، موضحة أن القطار لم يتوقف عند دخول المحطة ما أدى إلى اصطدامه بمصدات الرصيف. أعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أمس سعي بلاده للعب دور أكبر في آسيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وكان جونسون من مؤيدي حملة بريكسيت، وعد أن قرار الانفصال عن الاتحاد منح بلاده فرصة للتفكير مجددا في دورها على الساحة الدولية. أصدرت المحكمة العليا في باكستان قرارا بإسقاط الأهلية عن رئيس الوزراء نواز شريف المتورط في قضية فساد، ما سيرغمه عن التنحي من منصبه على خلفية قضية فساد متعلقة بتسريبات أوراق بنما تم الكشف عنها العام الماضي وهزت البلاد. قالت سلطات ولاية كوينزلاند الأسترالية يوم الخميس إن الحكومة ستبني طريقا سريعا مزودا بمحطات مجانية لشحن البطاريات في مسعى لتعزيز استخدام السيارات الكهربائية على أن يكون معظم مساره على الحاجز المرجاني العظيم الذي يجذب السائحين. نهاية الموجز، في أمان الله.